في أول أخبارنا اليوم، أعلن الديوان الملكي عن مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى صباح اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد. أكيد طبعا من أسرة روتانا خليجية وبرنامج سيدتي، ندعو الله أنه يمن على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأنه يحفظه، وما نقول غير ألف الحمد لله على السلامة. طبعا أكيد نتحمل بالسلامة الملكنا الغالي وأبونا وأبو الجميع، الله يحفظه ويطول عمره ويمده بالصحة والعافية. يعني الناس شفتهم متفاعلين كثير على السوشيال ميديا، يعني كأنه كل أحد قاعد يتكلم من قلبه ويتحمد بالسلامة، وأكيد الله لا يرينا فيه مكروه ويحفظه عز وفخر ودخر للمملكة وللعالم الإسلامي والعالم العربي أجمع. أمين يا رب. قديش سعيدين إحنا بسلامة خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه ويطول في عمره. يعني أنا أتفرج على هذه الصور وأشعر بالسعادة الغامرة إننا نشوف كذا والدنا وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بصحة وعافية، الله يطول في عمره يا رب. أكيد، وطبعا رح نكمل أخبارنا لليوم.